فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: أرجو من فضيلتكم توضيح زكاة الذهب المستخدم وغير المستخدم، وهل أزكيه بسعر كل سنة لأن سعر الذهب غير ثابت، وجزاكم الله خيرا. الحلي المعد للباس ليس فيه زكاة، أما الحلي المعد للقنية أو للاتجار به هذا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يزكى كل سنة بأن يخرج ما يقابل ربع عشرة. نعم.